بنتبسط وبنزعل ساعات من نفسنا لما نلاقي في رياضات تانية ممكن مش واخدة حيز كبير من الاهتمام الإعلامي ولا اهتمام الناس في الشارع، ولكن هي محققة إنجازات كبيرة جدا جدا. بنتكلم إن احنا عندنا رياضة الهوكي موجودة في مصر، ومش موجودة بتواجد مشرف فقط، بل عندنا نادي الشرقية للهوكي تحديدا، فريقه ماشي بخطى كبيرة جدا جدا، وعندنا فريق الشرقية ده موجود داخل موسوعة جانس للأرقام القياسية عشان حقق رقم قياسي من حصده للبطولة الإفريقية في اللعبه. فهذه الفقره هنقرب اكتر من اللعبه، وهنقرب اكتر بقى من الناس في الشرقيه يعرفوا قد ايه الهوكي، لان الناس ممكن في القاهره مش قريبين كده جدا منه. بنورنا الكابتن محي زغلول المدير الفني لفريق الشرقيه للهوكي، والكابتن هشام عبد الباسط مدرب حراس مرمى الفريق. سعيده جدا بوجود حضراتكم معانا. احنا اسعد، شكرا. صباح الفل عليكم. نبدا مع حضرتك يا كابتن محي، وتقول لي كده الاول الكاسين اللي موجودين دولت جايين بيهم كده، وانا حاسه ان فيهم انجاز يعني بالنسبه لكم اكيد. فعلا الكاسات دي تعتبر بداية الفريق، وده آخر إنجاز للفريق، ده أول إنجاز للفريق اللي هو الكاس اللي احنا حصلنا عليه في أول بطولة أفريقية لعبت في القاهرة، استضافتها القاهرة في نادي اتحاد الشرطة الرياضي سنة 1988، وده آخر كاس الأستاذ جمال شرازي المرحوم جمال شرازي رئيس الاتحاد الإفريقي الأسبق. الاتحاد الإفريقي صمم كاس خاص بي، كسبنا هذا الكاس تقريبا، دي البطولة بالنسبة لنا رقم 25، ودي البطولة رقم واحد. ايوه، فانا كده معايا التاريخ كله. معاكي ال 25 بطوله اللي احنا كسبناهم. ال 25 بطوله. طيب من بعدها حصل يا كابتن هشام موضوع ان انت تكونوا داخل بقى موسوعه جانس للارقام القياسيه. حصل التواصل ازاي ما بين المسؤولي الموسوعه وما بين مجلس اداره الفريق؟ لا هو المفروض ان كان ناخدها بصفه رسميه يعني. لكن حصل التواصل، والتواصل ده للاسف انقطع من خلال المجلس اللي فات. لكن احصائيا ان احنا اكتر فرقه على مستوى العالم خدنا بطوله قاريه. بالنسبه للبطولات الافريقيه او البطولات القاريه، ان كانت بطوله اوروبا او بطوله افريقيا. فالاجمل السنه دي كمان ان احنا خدنا احسن فريق على مستوى افريقيا من الكونفدراليه الافريقيه كاحسن فريق جماعي على مستوى القاره كلها في كل الالعاب بقى. فده بقى يعتبر برضه تتويج احنا فرحانين بيه جدا، وعلى المستوى الافريقي وعلى المستوى العالمي ده اخر لقب خدناه. ده الكلام ده كان قبل النهائي بتاعنا، كان يوم 8 مارس. اجتمعت الاتحادات الافريقيه كلها على كل مستوى الالعاب وادونا اللقب احسن فرقه على مستوى افريقيا. وعن جداره يعني اكيد ب 25 لقب، فاكيد فريق الشرقيه للهوكي يستحق هذا اللقب. ايه اللي مخلي الهوكي في الشرقيه كده متفوق؟ هي فيها يعني عناصر مختلفة، بس أهم هذه العناصر لو احنا اتكلمنا عن ان في جذور تاريخية للعبة داخل المحافظة. فعلا في جذور تاريخية داخل المحافظة، لكن التجربة دي تجربة بعتبرها تجربة خاصة جدا، قام بيها مجموعة من الشباب. ده الكلام ده من 30 سنة، وكان على رأسهم موجود محي زغلول، وموجود كابتن بريم فوزي، وكابتن هشام عبد الباسط. ده المثلث المهم قوي في لعبة الهوكي خلال 30 سنة اللي فاتت. معاهم واحد رابع، بس الرابع بقى كان له اتجاهات غريبة جدا، هو كابتن عام محمد عادل عبد العزيز، اللي هو اتجه قال أنا هعمل هوكي بس هعمل هوكي بنات. حلو يعني، ده هنروح له ده. فالمربع دوت كان له في الحقيقه لازم يعني الحاجه تنسب لاصحابها. المربع ده زي ما تقولي عملوا رسموا خطه معينه في ازاي ينهضوا بلعبه الهوكي في محافظه الشرقيه وبصفه خاصه في مدينه الزقازيق. الثلاثه دول اتجهوا مع البنين، والشخص ده اللي هو كابتن محمد عادل عبد العزيز اتجه مع الانسات اللي هم البنات. وبدأنا المرحلة ديت، بدأنا مرحلة الإعداد لهذا العمل. وبدأنا طبعا بالتدرج بقى من بداية الثمانينات حتى ما وصلنا لهذه المرحلة. انت اتفضل حضرتك. فأنا أقصد إن في مجموعة مختلفة من الأجيال المختلفة هي اللي حققت هذه الإنجازات. امتى يا كابتن هشام ابتديتوا تحسوا ان انتوا بتحصدوا ثمار تعب استمر يعني بدا من 30 سنه، وان انتوا توصلوا فعلا للنتائج الكبيره دي؟ خد منكم وقت قد ايه؟ وطبعا كان بالنسبه لنا
البدايه زي ما بقول لكابتن مايا هي بالنسبه لنا كان امل، ما كناش كان مشروع بتجربوه، كان مشروع يعني كان الاول محليا يعني. يعني احنا حاولنا ان احنا نكون على مستوى مصر ابطال مصر، وكان فعلا وقتها كان في مجموعه حلوه جدا من اللاعبين صغيرين خدوا تكثيف مننا بالنسبه للرعايه. بدانا خدنا بطوله الدوري سنة واثنين وثلاثة، بدأنا احنا نطالب، ما كانش فيه بطولة افريقية، هي اول بطولة افريقية اتعمل كانت في مصر، وتحت يعني ضغط مننا ان احنا كنا عايزين بقى نطلع بقى من المستوى المحلي للمستوى الافريقي. فجت اتعملت اول بطولة وكان معانا فريق الشرطة وكسبناها، وكان قدامنا في النهاية كان بطل نيجيريا. بدأت البداية دي بقى بداية، وده طبعا بيحطنا تحت ضغط كبير جدا ان احنا لازم نكون اول، الناس كلها منتظرة مننا احنا، فده بيبقى ضغط شديد جدا، لان طبعا زي ما انت عارف الرياضة دي ممكن تكسب النهاردة تكسب طبعا، لكن احنا فعلا الضغط ده والحماس بتاعنا، وبعدين احنا لينا جماهيرية داخل الزقازيق يعني معروفين، فكنا احنا الفرقة تعتبر الوحيدة اللي بتلعب باسم محافظة. فده كان دافع كبير جدا ان احنا نستمر في تفوقنا يعني. طيب لو هنتكلم عن الجماهيريه دي يعني كابتن محي اتقربنا منها اكتر، الناس في الزقازيق وفي الشرقيه ايه علاقتهم بقى بالهوكي؟ اللعبه بتمارس في الشوارع يعني زي كره القدم كده، ما بنلعبها احنا في الشارع كده الولاد الصغيرين واحنا ماشيين، وبنتحرك في المدينه بنلاقي لعيبه الولاد الصغيرين بيلعبوا كره قدم، اللي هنا عندنا في الزقازيق بالهوكي. اوكي. واخد يعني واخد شعبيه اكبر، فمع وجود ملعب هوكي في نادي الشرقيه بدات الانديه تمارس. احنا عندنا النادي صيادين بيمارس لعبه الهوكي، وده مكان شعبي جدا جدا جدا، وطلع لاعبين نجوم على مستوى الشرقيه وعلى مستوى مصر ولعبوا على المستوى الدولي. عندنا منطقة برضو اسمها ساحة ناصر، دي مركز شباب ناصر، ده عنده برضو مكان رائع لأن هو يطلع عدد كبير جدا من الناشئ الصغيرين. عندنا القلعة الأساسية للعبة هي في نادي الشرقية برضو، دي بتحتضن كل هذه الأندية في هذا المكان، فشعبية اللعبة انتشرت في الزقازيق جدا. طيب اللعبة مكلفة ولا سهل لو الناس اللي في الشارع دي بسهوله يقدروا ان هم يمارسوها يا كابتن؟ هو طبعا في الوقت الحالي اللعبه بشكل احترافي مكلفه طبعا. لا هي الادوات مكلفه شويه يعني، النهارده المضرب سعره عالي يعني ما عادش زي الاول، لان اختلفت الماتيريال بتاعها، ما دام كان خشب بقى سايبر، ففي تطور بالنسبه للادوات، وفي كمان ارتفاع في الاسعار، خاصه كمان ان مفيش تصنيع هنا كله بيبقى جاي مستورد، فطبعا مع ارتفاع طبعا العمله فبيرتفع قيمه الادوات بتاعتنا يعني. لكن احنا طبعا الولاد الصغيره في الشارع بقى بيتعاملوا بقى ولا بيعملوا ايه؟ بيلعبوا مع بعض في بعد اوقات التدريب كمان او قبل اوقات التدريب يعني. هم ليهم مسموح ليهم عدد ساعات معين من التدريب في الملعب الهوكي. طب هم لا مش بيكتفوا بكده بقى، هم مثلا يطلعوا من المدرسه او يكونوا في المدرسه ومعاهم مضارب الهوكي يلعبوا في المكان الفناء المدرسه اللي هو مخصص للعب الرياضه، يتلاقوا بيلعبوا هوكي بره في الشارع او في الاماكن اللي هي الحارات بتاعتهم، ينزلوا مجموعه في 8 لاعبين يلعبوا 4 مع 4 ويلعبوا هوكي مع بعض. حلو ده. يعني واخدين المضرب والكوره معاهم في شنطه بتاعه الهاند باك بتاعته وبيتحرك بيها في كل مكان. حاجه عظيمه جدا. طب احنا فين العالميه؟ الهوكي اصلا فين على خريطه البطولات العالميه؟ وبما ان احنا كده متسايلين افريقيا ليه ممكن ما نكونش بنشارك بسواء بقى مثلا نادي الشرقيه للهوكي في بطولات للانديه مثلا في الخارج، او كمنتخب مصر ممكن نبقى نتكلم عليه بقى على حده يعني. هو للاسف لسه ما حتى الان الاتحاد الدولي للعبه ما قررش اقامه بطوله كاس عالم الانديه. وفي محاولات يعني ان يتعمل المشروع دوت بالنسبه للاتحاد الدولي، فاحنا طبعا بنتمنى طبعا ان احنا نشارك على المستوى الدولي، خاصة طبعا في دول او في فرق قوية جدا بالنسبة تبقى فرصة احتكاك عبقرية يعني، فرصة احتكاك اكبر وانفتاح اكتر يعني بالنسبة لنا. طيب وكمنتخب بقى يا كابتن؟
هي بالنسبه اولا بالنسبه للانديه استكمالا لكلام الكابتن هشام، دي هتبقى مقياس حقيقي لمستوى فريق الشرقيه اذا حصلت هذه التجربه، وكانت فعلا من قيمه 3 سنين بالظبط كان الاتحاد الدولي كان قريب جدا ان هو يقيم بطوله في برشلونه في اسبانيا، هتيجي بطوله مجمعه يجمع فيها ابطال القارات ويلعب بطوله انديه، لكن الفكره ما نجحتش او الفكره ما اتنفذتش او ما نزلتش ارض الواقع. فوجود بطولة أندية أعتقد برضو وجود بطولة أندية حاليا بقى للكرة القدم ممكن يشجع الاتحادات الأخرى وبصفة خاصة اتحاد الوكا عشان هو لعبة جماعية أيضا اتحاد الدولي للعبة إن هو يصر على إقامة هذه البطولة أو ياخد إجراءات حقيقية في تنفيذ هذه البطولة على أرض الواقع. بالنسبة للمنتخبات احنا عندنا عناصر كويسة جدا نقدر نكون بيها، وإحنا كنا قريب جدا جدا، كنت انا مكلف كمدير فني للمنتخب القومي المصري وكنا شاركنا في بطوله في فرنسا، بطوله كانت تعتبر دوليه لكن ما كانتش مؤهله، لكن كنا شاركنا بعديها بشهر واحد في بطوله في جنوب افريقيا في كيب تاون وخدنا المركز الثاني. كانت الصراع ما بيننا وبين جنوب افريقيا على المركز الاول في افريقيا قائم حتى يومنا هذا، يعني منذ سنوات والتنافس قوي جدا بيننا وبين الجنوب، مين اللي يمثل افريقيا في الاولمبياد، مين اللي يمثل افريقيا في كاس العالم. فبيحصل في دورات مؤهله داخل افريقيا يخرج منها اول افريقيا. التمثيل الاكبر والاكثر هو للجنوب، الجنوب عنده عناصر نجاح اعلى مننا، العناصر النجاح اللي عنده مش في العنصر البشري، احنا عندنا عنصر بشري اكفى وعندنا الجانب المهاري والذكاء في اللعيبه اللي عندهم مهاره وعندهم فتنس بتاعهم عالي، لكن هم عندهم ايه؟ اولا عندهم عدد كبير جدا من الممارسين وعدد كبير جدا من الملاعب المتوفره، ودي النقطه اللي عايزين ان احنا برضو نناقشك فيها، قضيه ندره ملاعب الهوكي في مصر. بالظبط، ندره ملاعب الهوكي في مصر دي قليله جدا جدا في افريقيا، يتعدى عدد الملاعب لحوالي 44 ملعب هوكي. ده سبب ان الرياضه مش منتشره بشكل كبير، وده ممكن بالظبط كده حضراتكم النهارده تقدروا بقى تعملوا لها التسويق الانفل. بالاضافه الى الاحتكاكات الدوليه للجنوب اعلى مننا بكتير، يعني تلاقيهم انجلترا في بتستضيفهم، استراليا بتستضيفهم، بلجيكا بتستضيفهم، ان هم يلعبوا دورات وحتى يتحملوا نفقاتهم كمان. يعني في اتصالات كبيره جدا جدا، ففي سبورت جامد للجنوب، عشان كده الى حد كبير جدا يعني الجنوب دايما منافستنا له قوي جدا ما بيننا وبين الجنوب. ده منتخبنا ولا ده فريق الشرقيه؟ ده المنتخب. ده منتخبنا. عناصره واضح ان فريق الشرقيه متفوق جدا، ولكن مين الانديه الاخرى كمان اللي مصدرانا؟ في طبعا انديه، اولا الشرقيه، بعدين في الشرقيه للدخان، شركه شرقيه الدخان فيهم عناصر ممتازه جدا، في اتحاد الشرطه الرياضي، في نادي سموحه، في نادي الصيد، في نادي الطائرات تصنيع، نادي الصيد اللي هو نادي الطائرات اللي هو في حلوان، ده برضو من الانديه المميزه للعب في لعبه الهوكي، واللي عندهم مدارس هوكي وعندهم عدد كبير جدا جدا من الناشئين، ودايما بيمدوا المنتخبات القوميه سواء الناشئين او الفريق الاول باللاعبين. طيب بنتكلم ان احنا محليا يا كابتن هشام عندنا ايه بطولات او كده، ولا الموضوع برضو مفيهوش عدد كبير؟ لا احنا في دوري، عندنا دوري يعتبر كويس جدا يعني قوي، في بنلعب الدوري السنه دي كل سنه بيبقى ليها سيستم، بس في النهايه بيبقى في دوره مجمعه بتجمع 6 فرق الاوائل بيعملوا مع بعض دورتين يعني كل ماتشين، وفي الاخر بيطلع بطل الدوري. ده بالنسبه للترشيحات بالنسبه لاول مصر او الدوري المصري يعني. في نهايه التصفيات بيتصف في الاخر 6 فرق بيلعبوا واحد، واحيانا بيبقى 4 فرق. السنه دي هيلعبوا برضو نفس الراوند اولاني وتاني على مستوى الانديه، وبعد كده هياخدوا 4 فرق يعملوا مجموعه او مجموعتين برضو حسب ما ينتهي يعني ايه بعد التصفيه، بيجمعوا ال4 فرق، هل نعمل دوره واحده او نعمل دورتين. حاليا هيترشح 4 فرق وبعد كده يلعبوا مع بعض.
طيب كابتن محمد عبد العزيز يا كابتن محي حضرتك كنت بتتكلم عليه، وهو من كابتن محمد عادل عبد العزيز من اهم العناصر او هو العنصر الاساسي اللي خلى الهوكي بتمارسه كمان السيدات في الشباب. فعلا دي حقيقه. فكلمنا بقى عن هذه التجربه واسفرت عن ايه من بطلات برضو. التجربه ديت انتشرت في الزقازيق واصبح فريق الهوكي اصبح دلوقتي فريق، يعني مثلا كانت بتمارس لعبه الهوكي في البنات في نادي الشرقيه ونادي مركز شباب السادات ونادي الصيادين، كان فيه برضو هوكي انسات. ودلوقتي الناديين المتميزين في الهوكي في الشرقيه نادي الشرقيه اللي هو يعتبر بطل مصر، ودلوقتي اصبح نادي الشرقيه للانسات هو بطل افريقيا لاول مره. هم منورين الشاشه بالظبط كده، هم دول فعلا دول ابطال مصر وفي نفس الوقت هم ابطال افريقيا. دي اول بطوله افريقيه يحصلوا، كانوا يحصلوا قبل كده حصلوا على المركز الثاني نفسه على المركز الثالث، لكن في الحقيقه استضفنا البطوله، مستضفنا البطوله هنا كانت فرصه كبيره جدا ليهم هنا يستغلوا دعم الجماهير بقى، انهم يستغلوا الدعم الجماهيري ويكسبوا البطوله لاول مره في تاريخ الفريق. ثقافه الناس بقى متقبله فكره ان البنات بتلعب اللعبه دي وكده، وان الشارع في الزقازيق تمام؟ لا لا لا، ده البنات دلوقتي بقت ثقافتهم اعلى. هتقول يا كابتن احنا خلاص بقى احنا عدينا. احنا عندنا الاكاديميات اللي هي الاكاديميات اللي هي بتبدا فيها استقبال اللاعبين والناشئين والناشئات الصغيرين، عدد البنات ضعف عدد البنين. عدد البنات الممارسين للعبه ضعف عدد البنين، دي حقيقه. يعني دي حاجه اشكر عليها ثقافه اولياء الامور كمان. فعلا برافو عليك صح، دي حقيقه. بالظبط، ان هي تطورت يعني مواكبه فعلا في اقبال غير عادي، وحتى اولياء الامور بيبقوا مسبورت جدا ومدعمين جدا جدا لاولادهم وبناتهم بشكل غير عادي، يعني شكل جميل ورائع. بس هو في فكره في بنات كمل بعد كده. دي مشكله بقى دايما، حتى دي بنقابل في الرياضه بقى بتاعه البنات بالنسبه على مستوى مصر كلها تيجي في مرحله معينه بقى عايزه مثلا بقى ايه بعد كده بترتبط بتتجوز فاحنا عندنا في عندنا في فريق الانسات ناس متجوزه ومخلفه وبتلعب، يعني احنا بنحاول النهارده ان يحصل ليه، لان بتبقى خبرتها خلاص يعني يعني المفروض بيبقى خساره ان هي بعد الفتره دي كلها وبعد المستوى ده كله تقدر ان هي تسيب اللعبه على سن 22 سنه 24 سنه في عز يعني نضجها كلاعب وتسيب اللعبه. فانا بنحاول ويا ريت الازواج بقى يساعدوا يسيبوا بقى الستات في حالهم بقى كده يشتغلوا وهم يروحوا الشغل ويسيبوا البطله من دول كده كده هي كمان تشرف في طريق نجاحها. طيب احنا بنتكلم عن الناشئين، النظام عندنا ناشئين وناشئات بتبص لهم برده بجانب طبعا الاهتمام بالفريق الاول. طبعا طبعا هو طبعا اساس بالنسبه لنا هو قاعده الناشئين، وده يعني في عندنا يعتبر احنا من اكتر برضو الانديه اللي عندها عدد وفر بالنسبه للناشئين. وبنحاول بقدر الامكان ان احنا يعني يحصل تواصل اكتر بين، لان طبعا زي ما انت 30 سنه اكيد مر ناس، يعني احنا عندنا دلوقتي احمد جمال عبد الله والده كان لاعب، يعني والده دي والده حضر البطوله الاولانيه والثانيه جات السبعه، وابنه النهارده يعني حضر اكتر من بطوله والنهارده بيشيل الكاس نفس الكاس. فاحنا دي بالنسبه لنا عنصر اساسي اللي هي استمرار الاجيال يعني. طيب ايه يا كابتن الحاجات اللي حاسس ان انت حابب تكون هي في ايدك وحضرتك ممكن تشتغل عليها وتطورها في الفترات اللي جايه، غير بقى الحاجات اللي انت ممكن الدعم اللي محتاجه كاهتمام اعلامي، كاهتمام من وزاره الشباب والرياضه، كدعم مادي، الحاجات دي كلها غير ده حضرتك في ايدك ايه تعمله؟ هي احنا دلوقتي بنعاني من مشكله كبيره جدا بقالنا مده كبيره، احنا عندنا ملعب الهوكي دوت، هي في الحقيقه استضافه البطوله الافريقيه الاخيره في اسماعيليه دي حاجه شرف كبير جدا لينا كلنا، لانها مهما كانت البطوله كانت سواء في اسماعيليه او كانت في الشرقيه هي في مصر لكن احنا طبيعي جدا ان احنا نختار المكان الملائم لحاجتين اساسيتين. الحاجه الاولانيه هي توفر ملعب نجيل صناعي على مستوى عالي جدا، لان في لجان بتيجي من الاتحاد الافريقي بتشرف على هذه الامكانيات متوفره عشان اقيم هذه البطوله او لا اقيمها. بالاضافه الى الجزء الثاني المهم جدا في اي بطوله من بطولات المنظمه ان يكون في اقامه لائقه للفرق المستضيفه. طبعا فالعنصرين دول مش موجودين عندنا في الشرقيه يعني. فبالتالي انتقلت البطوله من محافظه الشرقيه اللي هي اصلا منبع الهوكي اللي هي تعتبر منبع الهوكي زي ما حضرتك قلتي، وان هي كان هيبقى فيه مؤازره جماهيريه كبيره جدا جدا في المباريات كلها،
لكن المنظمه الجماليه دي اصبحت في الافتتاح وفي الختام فقط. أيوة. في اول يوم واخر يوم. لكن لو كانت البطوله بتلعب في الشرقيه كان وضع طبيعي، لان الشرقيه هي اللي تقدمت بالطلب استضافه البطوله، فطبيعي ان هي تقام على ملعبها. ملعبها لا يصلح الملعب، لان الملعب عمر افتراضي بتاعه 7 أو 8 سنوات، الملعب دلوقتي بقى له اكتر من 11 سنه. اوكي. لولا ان احنا يعني في اداره جيده للملعب في الحفاظ عليه، ما كانش الملعب يصلح للعب حتى للتدريب. احنا دلوقتي الملعب يعني بصفة يعني أساسية هو التدريب فقط لا غير، لكن أنك تستضيف عليه بطولة دولية من الصعب أن تستضيف عليه بطولة دولية. طب نشدت حد يا كابتن؟ نعم. في الحقيقة اللي أنا عايز أقوله برضو، يعني إحنا مش بنذكر بس سلبيات، في إيجابيات. يعني مثلا أقصد من ضمن الإيجابيات اللي حصلت ودي بنشكر عليها. طب بس حضرتك كمل لنا الحتة السلبية وبكده هنروح للإيجابية. حضرتك في النقطة السلبية دي عملت إن إحنا بنطلب من الدكتور أشرف أشرف صبحي الوزير الشباب ان هو يشكل لجنه عشان تزور الملعب ده ويحدد ان الملعب ده التكلفه اللي محتاجه عشان فعلا يتزبط. مهم جدا الملعب ده يتغير الارضيه بتاعته ويتحط له الاضاءه اللي هي تسمح له باقامه المباريات المحليه والدوليه. دي جانب سلبي فعلا بنعاني منه معاناه كبيره جدا جدا بقالنا اكثر من سنه. بالاضافه الى المنشاه نفسها سنه 1996 ديت اقيم الملعب، ملعب الهوكي اقيم في هذا التاريخ. طبعا النهارده من 96 الى هذا التاريخ 2019 عدد كبير جدا من السنوات يوصل الى 25 سنه. فلو وصل لحد ان احنا بربع قرن في المكان دوت بدون صيانه وبدون يعني ايد، لازم الايد تفضل في حد ايده في الملعب علشان ما يبصش. الملعب طبعا الملعب شكله لا يتناسب ابدا مع ان مع المعايير الدوليه ان هو يكون بيستضيف حاجه ولا يتناسب مع حجم الانجازات اللي اتحققت في هذا الملعب من خلال ابنائه اللي اتمرنوا عليه. الجانب الإيجابي اللي حصل برضو من نفس الوزير الدكتور أشرف أنه فعلا دعم البطولة دي ونجحها بأنه دعمها بالمبالغ المادية بالتعاون مع الوزارة ومع نادي الشرقية، وصرف 1,000,000 جنيه عشان البطولة دي تقام وتقام على أكمل وجه ويغطي جميع العناصر الخاصة بتكلفة البطولة. وفعلا نجاح البطولة دي يرجع إلى الوزارة واللي نجحت استضافة هذه البطولة في مصر. طيب السلبي بقى علشان لا او الايجابي، احنا كده اتكلمنا عن السلبي. الايجابي بقى من وجهة حضرتك لسه بتتكلم عن حاجة ايجابية. حضرتك بتقولي تواصلت ان الدكتور اشرف صبحي الايجابي في دعم من الوزارة. ده حصل دعم، يعني احنا طلبنا تقدمنا بملف استضافة البطولة حصل فيه استجابة على طول مباشرة جدا من مكتب معالي الوزير، وتقدموا لينا قدم لينا دعم كويس جدا زي ما قلت لحضرتك. المليون جنيه اللي قدرنا بيها نستضيف بيها البطوله على اكمل وجه في مدينه الاسماعيليه، وتمت يعني كان في فرحه كبيره جدا وفي اقبال من الدول الافريقيه، وكان ممكن عدد الدول الافريقيه يزيد لولا ان احنا موجودين طبعا في منطقه. كان مثلا النهارده كان في 6 فرق رجال وكان في 7 فرق انسات. الانسات اكتر لعبوا 7 اتعملوا 2 بولز، اتعملوا مجموعتين مجموعة A ومجموعة B، واحنا لعبنا 1 بول، لعبنا مجموعة واحدة. فيعني هذا 13 فريق شرقوا من 4 دول اللي هي مصر اشتركت بفريقين، غانا اشتركت بفريقين وفريق للرجال 3، ونيجيريا اشتركت ب4 فرق، فريقين بنات وفريقين رجال. يعني كان في مشاركه كبيره جدا، ولولا التكلفات اللي هي الماديه اللي بتبقى كبيره جدا باهظه بالنسبه لتذاكر الطيران، وخاصه المسافه بيننا وبين في افريقيا. احنا في فرق ان احنا مصر بتروح لهم، وفرق ان هم كلهم يجوا يتجمعوا في مصر. هم كانوا فعلا، وده كان قرار صائب من الاتحاد الافريقي ان هو يحاول ان هو يجمعهم كلهم في مصر، ودي كانت رغبه الدول الافريقيه. فنجحت التجربه يعني الحمد لله. ان شاء الله دايما تنجح، وباذن الله كل الطلبات اللي انتم بتسعوا لتحقيقها باذن الله مع الهوكي سواء بقى هوكي الشرقيه يفضل كده متالق، ولكن كمان بالنسبه لمنتخب مصر باذن الله يوصل كده لمسافه جيده جدا. كابتن هشام عبد الباسط مدرب حراس نادي الشرقيه للهوكي، كابتن محي زغلول مدير فني الفريق، بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معانا. احنا بنشكرك على الاستضافه الجميله، متشكرين جدا جدا. شكرا. شكرا موصول ايضا لحضراتكم المشاهدين على المتابعه. بعد نص ساعه من الوقت تحديدا الساعه 1:30 هتكون انطلاقه الاستوديو التحليلي عشان تتابعوا بقى استئناف الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز. الكابتن تامر صارو في ضيافته الكابتن محمد يوسف والكابتن هشام حنفي تقبلوا تحياتي، وبإذن الله غدا لقاء جديد من العبها صح. إلى اللقاء.